وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد زهير كازروني، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة نادي المنامة. مساء الخير سيد زهير. قد يكون التقرير تطرق لبعض العوائد الإيجابية للأندية من تحولها لشركات تجارية، ولكن بالنسبة إليكم وأنتم رئيس مجلس إدارة أحد هذه النوادي، ما هي الطموحات التي تسعون إليها من خلال هذا البرنامج؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى مشاهدينكم الكرام. طبعا توجهات القيادة الرشيدة والحكومة المؤقرة ورؤية سمو الشيخ ناصر ومتابعة سمو الشيخ خالد، توجهات ورؤية مستقبلية في تحول الرياضة التقليدية إلى صناعة متكاملة وجذابة، وإحنا الحمد لله محظوظين نكون متواجدين في الفترة الانتقالية. عن رأيي الشخصي، وكوني أعمل في قطاعين الخاص والعام وشوف المنافع وإيجابيات كثيرة، مثلا ونشوف هالأمثلة كثيرة أقليميا وعالميا. طبعا إذا نأخذ المثلث هو في ثلاثة أشياء: الإدارة، الجمهور، وعندنا الشيء الأساسي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. طرق أكثر إلى الإدارة. يمكن استقلالية في أعمال الإدارية بتكون أكثر، كون الإدارة بتكون متواجدة ويعني متفرغة كامل على هالشيء، يعني الاتنشن بيحصلون، انتباه بيحصلون أكثر في الأعمال الإدارية. الحرية التامة في القرارات، المسؤولية التامة في أخذ قراراتهم، سرعة في القرارات والابتعاد عن اللامركزية، استقلالية، وهالأشياء بعد بيخلق إبداعية في مجال العمل. نعم. وطبعا في إدارة الأندية بيكون يعني يستخدمون أحدث تقنيات اللي تقدر تساعد في إداراتهم، وأجواء بتكون احترافية وجادة أكثر. وطبعا يعني هالشيء بعد بيخلق لنا مثلا فرص أكبر مع التحالفات والشركات، شراكات اكثر مع الجهات المعينه، ونفس الشيء بعد بنحصل مثلا دعم اكثر من جهات حكوميه كتمكين ومن البنوك. طبعا هذا من جهه الاداره، ومن جهه المدربين واللاعبين بعد عندنا نفس الشيء، جديه اكثر، اخلاص وتفاني في العمل اكثر. وطبعا نفس الشيء هالشيء بيعود على الجمهور، وبما بكون الفكرة جديدة يعني بيكون عندنا تحديات، وإن شاء الله بنقدر نتغلب على التحديات. نعم. السيد زهير كازروني، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة نادي المنامة، شكرا جزيلا لك.